في ايه يا عمي؟ دي تالت مرة تكلمني. قلت لك ان شاء الله قبل الميعاد هكون موجود في البيت. ماشي. سلام. عمي عبد الحميد هيموت ويشوف الورق بتاع الورث. هو مش عمك محمود الله يرحمه قال ان كل حاجة هتبقى تحت ادارتك؟ ايوه قال. وقال قدامهم كلهم على فكرة. بس لغاية دلوقتي محدش عارف اذا كان الكلام ده اتحط في ورق وعقود ولا لسه. كله هيبان الليلة دي في القعدة بتاعت المحامي. يا رب ما يكون مضاهم. ايه ده؟ يا بت انت معايا ولا معاهم؟ انا مش مع حد غيرك انت يا فاروق. امال ايه الدعوة الغريبة دي؟ انت ايه خايفة عليا لمسك فلوس وانحرف يعني؟ ابن عمك يا فاروق قتل ابوه لما عرف انه ناوي يديك الورث. تخيل بقى لو ده حصل بجد، ايه اللي ممكن يحصل؟ هيعملوا فيك ايه؟ ياسين ما حرقهوش موضوع الورث. أكتر حاجة حرقت ياسين إن أنا هبقى الكبير عليه هو وأخواته. وبعدين؟ يعني أنا خلاص بقيت كبير عيلة الرفاعي بكلمة من الحاج محمود، مش بورق وعود. وفي الآخر يعني الورث حتى لو طلع هيتقسم عليكم كلكم؟ مش مهم الورث. أهم حاجة الشغل. وشغل الحاج محمود الرفاعي لا بيتكتب في ورق ولا بيتحط في عقود. حتى مرات عمي نفسها ما تعرفش عنه حاجة. بس عمك عبد الحميد يعرف. بص يا عم عبد الحميد، لغاية دلوقتي أنا ما شفتش منه شر. بس أنا كده كده مستنيله على غلطة. ربنا يستر. أنا خايفة عليك قوي منهم يا فاروق. لا ما تخافيش، أنا عامل حساب كل حاجة. لو مصممة تخافي، خافي عليهم مني. ماشي. قولي بقى، ما بتردش عليا من امبارح ليه؟ ما قلتلك يا داليا كنت في اسكندرية ورجعت الفجر، في ايه؟ والله العظيم لولا الظروف اللي انت فيها دي، أنا كنت عملت حاجات كتير قوي هتضايقك على فكرة. طب هتاكلي ولا أكلن عليكي ونقوم نمشي؟ لا هاكل. وحشتني على فكرة. انت كمان. ما تخافش مني يا دكتورة، ده انت انضف مجرم شفته في حياتي، وانا اصلا حياتي مليئة بالمجرمين. ايوه سامي، انت ما بتفكريش تبلغي عني؟ هبلغ عنك ايه يا اخويا؟ ده انا لو دخلت قسم اتعيكي شنا. طب معلش يا سامي، انا اسف السؤال، يعني هو انت بتشتغلي ايه بالظبط؟ والله هما بيقولوا عليا ان انا فتاة ليل، مع اني بشتغل الصبح وبالليل عادي. بهزر معاك، اوعى تفهمني غلط. ها انا كوافيرة وخبيرة تجميل قد الدنيا، سبت حالي ومحتلي وجيت اسكندرية هنا، يعني بعمل ضوافر واكليريك وهارد جيل، وساعات اركب رموش فلاير وبحط مكياج للعرايس، ومن وقت للتاني كده يعني احضر معاهم الافراح عشان افرفش وافك عن نفسي شويه. فعلا؟ ايوه فعلا. ما شبهش ولا ايه؟ والله شكلك مش مصدقني. طب اخطف رجلك كده لكام بشيزار واسال هناك على كوافير كايداهم، هتلاقي ساميه حلويات اشهر من نار على العالم. يا ساميه انا مش قصدي، انا قصدي يعني انت ليه مش بتقول لهم على شغلك الحقيقي؟ عشان يحترموني يا اخويا. هما لو عايزين يسألوا كانوا يعرفوا من زمان، أنت عارف الناس كده دايماً تحب اللت والعجن. بس خلاص بقى. أيوة طب ما أنت قلتيلي عادي يا سامي. لا يا أخويا، ما أنت مش شبههم خالص. وبعدين أنت أصلاً حكايتك حكاية. بس ما أظنش يعني إن أنت قتلت أبوك. شكلك يعني ما يديش قتل قتلة خالص ولا حتى بالغلط. شفتي؟ هو أنت ما تعرفنيش خالص وقلتي كده. اللي مني بقى سامية بيشكوا فيا. إن شاء الله بكرة براءتك تظهر وتاخد حقك تالت ومتلت. بقول لك يا دكتورة، ما سألتنيش يعني أنا مستحملاك ليه وأنت الحكومة كلها بتجري وراك؟ ليه يا سامي؟ عشان بنتك. هي عصبية شوية بس أقصد يعني عشان بنتك زي القمر، بسم الله ما شاء الله عليها، ما تبقاش تخاف عليها مني. ماشي يا سامي. قال عشان بنته قال.